كل التحايا لكم مشاهدينا في كل مكان، ودائما من خلال صباح الشروق نقدم أيضا رشدة صباحية فيما يخص الحقوق للفئات المجتمعية المختلفة. ورغم كل الاتفاقيات الموجودة، إذا تحدثنا عن الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل أو قانون الطفل 2010 وغيرها من الاتفاقيات والقوانين الموجودة، دائما حديثنا عن أنفاذ هذه القوانين ومختلف المشكلات والتحديات التي تواجه الأطفال والمرأة في السودان. واليوم حديث خاص بهذا الجانب، عن حديث عن حقوق الأطفال. سعداء أن يكون معنا الأستاذ عثمان العاقب، المستشار القانوني والناشط في حقوق المرأة والطفل. مرحبا بك وصباحك خير. يا أخي التحية لكم والتحية لقناة الشروق في موقعها الجميل مع الإطلالة الصباحية والنسمات النيل. التحية لكم، أعظم حاجة الناس تتكلم عن الأطفال عشان تعيش في سعادة وفي مودة وفي سرور، تتفاعل مع هذا الجو الجميل الصباحي. لكم التحية والتقدير. مرحبا بك، ونحن معك بنحمل ذات الأمنيات بأنه يكونوا الأطفال دائما يعني كل حقوقهم موفورة ويتمتعوا بكل الحقوق. واليوم عايزين نتحدث عن حقوق الأطفال بداية، إذا كان الأطفال أو الطفلات. فخلينا بداية نبدأ بمشكلات مختلفة يمكن أن تواجه الطفل، يمكن أهمها هو التعنيف وأشكال مختلفة للعنف ضد الطفل. فنبدأ من النقطة الأولى في التعنيف. هو الطفل عنده حقوقه كاملة، وقام خصاه المشرع السوداني بقانون الطفل 2010، وجسد كل الحقوق من حقوق الصحة والتعليم والتربية والكفالة والإعاشة والسكن، وكل الحقوق الإنسانية متوفرة لهذا الطفل منذ مولده، من حقه في الاسم والاستمتاع بكافة حقوقه. لكن بس بيبقى السؤال هنا، هل الحقوق المنصوص عليها سواء كان الأطفال من الجانبين، الفتيات أو الأطفال الذكور أو الطفل، هم في النهاية بيشمل الطفل أي إنسان دون 18 سنة يعطفل، هل هو الدولة السودان أو المجتمع السوداني موفر للأطفال هذه الحقوق؟ إذا كان موفر للأطفال هذه الحقوق، يبقى أصلا الناس ما لجأت للحديث ولا تكلمت في برامج الصباح عن حقوق الأطفال، لأن الواقع حقيقة مزري جدا جدا وفظيع. يعني حتى العنف ده مجرد في قانون الطفل، يعني الطفل حتى وفي عدد من أنواع العنف، في العنف الأسري ده من أخطر الأعناف، وبيجي من أقرب الأقربين من الوالدين، سواء كان عنف لفظي عنف جسدي، حتى تصل مرحلة الأذى. وعندك قبل كده السابقة، يعني الطفل في داخل أسرته تم قطع لسان، يعني عندك عدد من المشاكل بتحصل لأطفال السودان. فنحن عندنا خلل في التربية، خلل كبير جدا، والخلل ده مورث. لغاية الآن بننظر للطفل بأنه هو الإنسان أسكت ما تتكلم أنت كده، حتى في لو لاحظت في الوجبات اللي ندي الأطفال آخر الفضلات والبغايا، يعني حتى داخل المدارس لا زال بنستخدم الضرب. طبعا احنا يا استاذ نؤمن على انه ما بنقول يعني نحن جميعا، لكن هي المشكله موجوده، ولكن الحديث بالتاكيد ليس في المطلق، ولكن نحاول ان نعالج المشكلات المختلفه الموجوده. فخلينا نبدا بحديثنا عن العنف اللفظي، وبالتاكيد انت يعني من خلال احتكاكك بمشكلات مختلفه داخل الاسر وغيرها، حتى الموجودين في الشارع وغيرها، شاهدت اشكال مختلفه للتعنيف. فنتكلم في زاويه وجود هذا العنف والجانب القانوني. هو العنف اللفظي، انا معلش يعني انا قصدت الحاجه دي، احنا بنحاول نعمم للعزه والعبره وللناس تنتبه للاشياء دي. صح في بعض الاسر اللي بتربى اطفاله بؤسس علميه ومحافظه بتدون كامل حقوقه وبتوفر لهم كل اغراض الحياه بشكل جيد، لكن لما تحصل عنفين ثلاثه اربعه للاطفال، اخذ الناس بعد كده عشان كل الاطفال السودان يعيشوا في سلام وامان، اي اعتداء على طفل بنعتبره اعتداء على كل اطفال السودان، ده القاعده بتاعتنا. العنف اللفظي اول حاجه يبتدي من الاسره. يعني العنف اللفظي في الكلمات القاسيه اللي بتتوجه للطفل، اللي بتحطمه نفسيا، ممكن تحطمه وتبعده من الدراسه وتبعده من المستقبل وتخليه انسان منزوي، لانه لو يتعود على دي مشكله. يعني حتى في مرات الامهات تحديدا والاباء في لحظه بتاعت غضب بتفرغ كل غضبها في طفله، سواء كان طفل ولا طفله، يا اخي الله يكتلك، الله يعذبك، عذبتينا، افتحوا لنا الباب. مشاكل اسريه عنيفه جدا جدا بتحصل في التربيه، رغم ان الطفل ده محتاج لحنان، والطفل محتاج لموده، والطفل محتاج عشان الناس تتفاهم معه. ممكن تكون ردود فعل، يعني انفعال اكثر انها هي رده فعل، لكن هي يعني كثير من الاباء والامهات وغيرهم في الاسر ما بيعرفوا انه هذا الشكل للتعبير ممكن هو يعني يكون عنده شرخ وفيه يعني عقبات موجوده ل يعني بقيه العمر بالنسبه للاطفال. ونحن بنتكلم عن تكوين، يعني تكلم عن شنو؟ عن تكوين يعني في المراحل الاولى. نعم نعم نعم، ما دي الحاجات الخطر جدا. حتى لو لاحظتي تربيا، شوف لك طفل عمره دون ال 40 سنه،
لو بدأت بتبتسم ما بيبتسم، أرفع صوتك فوق طوالي بيصرخ. يعني دي حاجة الواحد جربها من خلال أطفال، بيبقى الأم في مرفوض جملة تفصيل، الأم في الناس ما تلقى له، يعني الأم ما تلقى له. طفل الطفل ده تفترض تقول يعني بعد العنان هي المودة، هي الإلفة، هي الملاس، هي الآمن، هي الطفل، ما تفرق طبعه. أحيانا المشاكل الأسرية ذاتها اللي إحنا عندنا كمان في مشكلة، لازم تكون واضحين وصريحين. الخلافات ما بين الأم والأب بتنعكس في الأطفال، ودي من أخطر الأشياء، دي من حتى الحقوق التام ذاتها. مثل الأمهات والزوجات أحياناً بيلجأ للمحاكمة عشان ينال حقوق مادية، مش حقوق معنوية، حقوق مادية من الأب اللي جاب أطفاله. صحيح. تمشي المحاكم، دي من أخطر الحقوق، حرمانه من حقه في الحياة، حرمانه من النفقة، حرمانه من التعليم. حتى أنت جيت الآن حرمت من كلمة أبوك وتفصلت من أمه، وذنب شنو توفر لحية كريم؟ ودي أسع زيارة واحدة يا أختي الفاضلة، لو مشيت بس المحاكم الشرعية على كل، مش على مستوى الخرطوم، على كل مستويات السودان، شوفي شكل النفقة وشوفي المطالبات وشوفي الإشكاليات اللي بتواجه هؤلاء الأطفال. صح. لكن هو زي ما ذكرت مهم أيضا التركيز على الجانب المعنوي، وممكن يكون هو مشكلاته في تكوين الشخصية أكثر من الجانب المادي. ولكن هي يعني نحن لما نتكلم عن المشكلة نتكلم كمستشار قانوني في الزاوية المقابلة في حديث عن معالجات هذه المشكلات قانونيا. فخلينا نبدأ بما أننا تحدثنا عن العنف اللفظي، نتكلم عن المقابل القانوني في أنه كيف يمكن حل هذه المشكلات. هو أصلا يفترض الأطفال ما يجيبون في الجوانب بتاعت القوانين والمحاكم، ده أصلا ما الناس ما تلجأ له، لأنه بيكون حقوق أصيلة للطفل مجرد ما تولد، والحقوق دي تبقى التزامات تجاه الأسرة والتزامات تجاه المجتمع والتزامات تجاه الدولة. دي الحقوق الأصيلة تمشي في السلسلة بتاعها بدون يحصل لها أي خلل. بتصل الناحية القانونية لما يكون في خلل، يعني حقه في الحياة، حق الإنفاق، حق كده، الأم بتلجأ للمحاكم، حقه في التعليم، يعني دي حقوق تلقائيا افترض. لكن والقوانين بنص على، سواء كان القانون الدساتير، حقوق الطفل، الميثاق الافريقي اللي احنا جزء من قانون الطفل 2010، حتى القوانين الجنائيه، كل القوانين بتنص على حقوق الطفل، قانون الاحوال الشخصيه لكن افترض تطبق تلقائيا بدون ما تستعين بالمحاكم. المحاكم بتستعين بها في حاله الناس رفضت تطبق القانون، بعد كده بتطبق بقوه المحكمه وبقوه القانون. دي الحاجات، لكن هي افترض تكون اصلا موجوده في الطفل، يعني حقه في التعليم، حقه في الصحه، حقه في العلاج، حقه في حياه كريمه، يعني حياه كريمه، حقه بدون عنف. لكن لما نحصل عنف، سواء كان عنف داخل الاسره، أو عنف داخل المدرسه، او عنف داخل الشارع، بعد كده والامر ممكن يلجأ للقضاء، وعندك النصوص القانونيه في قانون الطفل وقانون الجنائي ممكن تستحب عشان تاخذ حقوق الطفل. صحيح. ونحن في يعني الاسره السودانيه كان يعني الخط القضائي او الوصول الى المحكمه يمكن يكون خط اخير بالنسبه لنا في حياتنا الطبيعيه، لانه نحن يعني معتادين في الاسره السودانيه انه نحل المشكلات بالطريقه الوديه. ولكن مؤخرا بالتاكيد انتشرت يعني فهم والوصول للمحاكم، وزي ما ذكرت المطالبات بالحق المادي اكثر من الحق المعنوي. السؤال كان في جانب، هل يوجد يعني قانون حامي او قانون يعني يجرم من يمارس العنف اللفظي؟ والعنف اللفظي ده احيانا بيكون الاساءه، يعني انت لما تقول العنف اللفظي ده ممكن يكون بفهم العوام، لكن بتجسد في فعل مادي بعد كده القانون بيجرمه، سواء كان الاساءه عشان السمعة، الأذى، التهديد، دي كلها بتبقى تدرج دائرة القائمة بتاعت العنف. أي فعل من الأفعال دي القانون بيجرمه، وكل نص عنده عقوبة معينة. وعندنا أجمل حاجة في المسألة دي محكمة شرطة حماية الأسرة والطفل، نيابة الطفل، محكمة الطفل، أي جرم بقى على الطفل بعد كده المحاكم الثلاثة دوائر دي هي مختصة بالجانب ده، بالذات محاكم الطفل إجراءات سريعة، عنده خصوصية في التعامل، عنده أشياء محددة كده ما متوفرة في المحاكم العامة، متوفرة في المحاكم بتحميه. لكن هل يا ترى نحن كسودانيين قاعدين نلجأ للمحاكم؟ نفس كلامك اللي قبل ذكرنا، حتى نحن في بعض الأمهات بتقول لك والله أنا بتعفف من النفقة ما بلجأ للمحكمة عشان ما أودي أحكام، دي فهم سليم. لكن برضه يفترض أن نحن كآباء لو حصل انفصال نوفر حياه كريمه للاطفال، تبقى العلاقه ما بين الزوج انتهت، ما بتبقى العلاقه ما بين الاطفال انتهت، لانك انت اصلا السند، انت السبب الاساسي في وجود هؤلاء الاطفال، لذلك ما تنتقم من الام عن طريق الاطفال، دي الخطوره بمكان. لكن حقوق الاطفال في السودان يعني حتى القوانين بنصوص على، لكن بالنسبه للواقع بتبقى في اشكاليات حقيقه، الناس محتاجه لجرعات من الوعي، لجرعات متكامله جدا من الثقافه. وارشادات مختلفه، وده اللي بنحاول يعني نقدم من خلال صباح الشروق، في انه يعني الانسان ذاته يعرف حقوقه، في انه هو كيف الاطفال يمكن ان نتعامل معهم في حال انه نحن يعني مجتمعنا السوداني لا زلنا عندنا امل في انه نحن دائما تكون الحلول داخل الاسره، لكن في حال
حال انه يعني ما استطعنا ان نحل المشكلات داخل الاسر لابد انه الانسان يعرف يعني الحقوق. يعني انا عندما اتحدث عن القوانين عندنا مجموعة من القوانين زي ما ذكرت في التقدمة، مجموعة إذا تحدثنا عن قانون الطفل 2010 أو الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال أو غيرها، لكن دائما المشكلات بتبقى في إنفاذ هذه القوانين، وده اللي بيخافوا منه كثيرين، لأنه أنا بصل المحكمة ويمكن أنا أقعد 3 شهور سنة أو غيرها عشان ما يعني أصل لحكم المحكمة. بالتأكيد ده جانب مهم، هل يعني الآن هذه القوانين والتشريعات الأصل موجودة في القانون في جانب كبير لإنفاذ واقعا؟ والله أستاذ أصدق القول، حقوق دولة السودان من أكثر الدول فيها نصوص قانونية، من أكثر الدول فيها دراسات أكاديمية، لكن للأسف الشديد كل هذه الأشياء في اتجاه ونحن في اتجاه آخر، يعني كلها مكتوبة في الرف. نحن عندنا قوانين من 1900 وساري، لكن ما موضوع بتاع تنفيذ. لو جينا دخلنا في الحلقة ذاتها ولب الموضوع اللي هو حقوق الطفل، الطفل عنده كافة الحقوق زي ما ذكرت لك، وعيدة تاني في التشريعات للصالح. في التشريعات أيوة، عندك نحن جزء من الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، جزء من الميثاق الأفريقي، عندنا قانون منصوص عليه وقانون الطفل فوق كل المواد اللي بتحقق للطفل حياة كريمة منذ مولده إلى أن يصبح بالغ راشد. لكن هل يا ترى هذه الأشياء موضع بتاع تنفيذ؟ أنا للأسف الشديد الإجابة بكل حزن وألم بقول لا. نحن حتى الآن المادة الوحيدة المتفرغين لها مختصين بها وبنشتغل عليها اللي هي المادة 45 ب و45 ج من قانون الطفل للاغتصاب أو التحرش، دي كلها ليلة ومشيت المحاكم كلها، لكن باقي الجليد، عمل الأطفال، بيع دخول الأطفال في الأعمال، كلها الضرر النفسي والضرر المعنوي والتعنيف، دي كلها للأسف الشديد نحن ما قاعدين نتعامل معها. لكن إن شاء الله بيجي جيل الوعي، جيل مثقف يتعامل بشكل جيد مع الأطفال، لأنه الأطفال هم بذور الحاضر وثمار المستقبل، وهم الآن اللي بيمسكوا البلد، وإن شاء الله يتربوا في جو سليم معافى وفي جو أسري ما يحتاجوا للقوانين. لما تبقى القوانين هي التزام أخلاقي نحن بننفذه بدون ما نحس بأنها قوانين بتبقى لنا زي الالتزامات الأخلاقية والدينية، نحن بننفذها وبدون ما نلجأ لجهة تجبرنا على تنفيذها. صحيح، ويمكن هو نحن جوانب مختلفة للعنف، إذا نحن بدرنا حديثنا بالحديث عن العنف وتكلمنا عن العنف اللفظي، فالعنف الجسدي على الأطفال، لكن يعني بداية هو كثير من الناس قد يمارس ضدهم هذا العنف، لكن حتى ما بيعرفوا إنه هو طفل أو هو في خانة الكبار. فلنتحدث عن إنه العنف ضد الطفل الجسدي، خلينا بداية نعرف الطفل هو العمر كم عشان ما يتحدث عن انه العنف الجسدي المقابل له قانونيا. شو هو بيبغى قانون الطفل؟ الطفل كل انسان دون 18 سنه. لو البيت اول مره عمره 17 و11 شهر و29 يوم تعتبر طفله ما لم تصل 18 سنه. العنف اثنين، كلمه العنف الجسدي بياخذ منحين، في العنف الجسدي بمعناه الالم والايذاء والضرب والاشياء دي، سواء كان الالم الضرب المرض الحاجات اللي بتسبب لك الاذى، سواء كان الأذى الجسيم أو الأذى البسيط، ده العنف الجسدي. في ده الجزء الأول. الجزء الثاني اللي هو العنف الجنسي، والاثنين بيخشوا في دائرة العنف الجسدي، ودي من بتبقى نحن الآن العنف الجسدي بالنسبة للمجتمع السوداني ما بيقولوا ما قاعدين يتطرقوا له بدائرة المحاكم. يعني ما في أم بتشكي أبوها لأنه ضرب ولده لغاية ما سبب له الأذى، وما في ابو بيشكي الخال بيقول والله ضرب ولدي لغايه ما سبب لي الأذى. حتى على مستوى المدارس رغم انه ممنوع العقوبات القاسيه، لكن نادر جدا الناس تلجا للمحاكم. بقول لك حتى وفي ثقافتنا حتى على المستوى الخلاوي، يعني الاذى الجسيم والتغلغل بالسلاسل والضرب والعنف، لكن في النهايه اذا مشت بتمشي فتره مؤقته وبتتراجع. يعني او لانها هي اصلا ما ثقافتنا. أيوة. يعني موضوع الضرب والعنف وغيره يعني ما كان هو ثقافه الشعب السوداني عموما، حتى يعني اذا يعني جاء من الاسره اذا الاباء او غيرهم قد يكون هو مشكلات نفسيه او غيرها مجتمعيه يعني ادت لهذه المشكله. يعني والله هو نحن يعني الشفافيه في المواضيع دي مهمه، نحن عندنا تربينا على الاشياء دي، يعني حتى في الخلاوي يقول لك انت ليك اللحم
ولينا العظم. يعني دي نحن محتاجين نتكلم في الأشياء دي عشان نخلق جيل سليم معافى. يعني العنف عندنا ده العنف الجسدي بيبقى الآن بقى المسكوت عنه يتطرق، اللي هو العنف الجنسي، ده من أخطر الأشياء اللي بتعزم الأطفال هزيمة نكراه، بيسبب صدمة للمجتمع والأسرة اللي هو كونها تحتاج. صح، ويمكن هي في ثقافة المجتمع أيضا يعني المداراة عليها أو إنها ما تكون ظاهرة للمجتمع فيها مشكلات. فخلينا نحن عشان ما كل الموجودين وهم ممارس ضدهم عنف جسدي، إذا كان في أي جانب من العنف الجسدي، المقابل القانوني شنو؟ يعني هو إذا الآن أم أو والد أو غيره أخذت طفلها للمحكمة، كيف ستحكم المحكمة في حال العنف الجسدي في شتى أنواعه؟ العنف الجسدي تحت المادة 139 إذا كان في دم، يعني في واحد اعتدى على طفل لغاية ما سبب له الأذى الجسدي بيخضع للمادة 139، بغض النظر عن الجاني منه، اللي في النهاية واحد من الأولياء بأنه طفله ده تم الاعتداء عليه جسديا. إذا تم الاعتداء عليه بشكل ألم وخدوش وكده في المادة 142 كويس، اذا تم التخويف وارهابه في الماده 144 ده القانون الجنائي بشكل دي، وبتمشي الاختصاص هي اللي هي طيب مفسر للمشاهد. بس نحن بنقول للمقابل شنو يعني 144 و149 وغيره، قد يكون ما مطلع على القوانين ما بيعرف انها هي الماده. أيوة، دي بتحوي شنو؟ نحن عايزين عشان الاسر هي ذاتها تصل للمحاكم تعرف انه هو المقابل شنو، لانها هي تصل للمحكمه. لا، ما أنا في العنف الجسدي بمعانيه، إذا حصل الاعتداء على الطفل من خلال الأذى بتاعه اللي هو في دماء، دي بتخضع للمادة 139 بغض النظر عن الجانب منه. يعني بتحصل مرات الأم ممكن تشكي أبوها اللي هي ال 139 اللي هي الأذى الجسدي. ال 142 كيف يتم التجريم عليها؟ العقوبة بتاعتها، العقوبة اللي هو لا يتجاوز سجن 3 سنوات، ده النص بتاعها كويس، بالإضافة للغرامة والتعويض للجاني. 142 برضو بنفس الطريقة دي، إذا كان في أذى أو في ألم أو في ورم أو في خدوش أو في كده، يعني ما في إراغة للدماء، دي بتخضع للمادة 142 الأذى. في المادة 143 اللي هي مقابل العقوبة. أيوة. فيها أيوة المادة 143 142 العقوبة فيها شو؟ العقوبة لا تجاوز سجن 6 شهور 8 شهور. هي احنا في نص العقوبات بتاعتنا بتخطى كحد أقصى، لكن بتبقى ثاني التقدير بتاع السلطة التقديرية للقاضي. في المادة 143 اللي هي استعمال القوة الجنائية، يعني أنت حاولت تستعمل القوة الجنائية ضد الطفل سواء كان الطفل أو البالغ، الاثنين بيدرجوا في ظل القانون الجنائي. بعد كده أنت دي بعد كده عندها العقوبة بتاعتها برضه لا تجاوز سجن تقريبا 6 شهور سنة حاجة زي كده. عندك المادة الثالثة اللي بتخص بالعنف اللي هي المادة 144 اللي هو الشكل بتاع التهديد أو التخويف أو كده، ده إذا حاولت تخوفه أو تهدده وبعد كده بتلجأ للمادة دي. ده فيما يتعلق بالمواد الحماية الجسدية. في الحماية الجنسية، ودي هنا الخطورة دي بتفرق بها المشرع السوداني اللي هو قانون الطفل، المادة 45 بقى اللي هو كله من إذا حصل اغتصاب لطفل اغتصاب كامل، يعني سواء كان ذكر أو أنثى، طفل أو طفلة، إذا حصل علاج هنا طوالي بموجب الطب الشرعي بموجب ورنك 8 العقوبة بتاعتها 45، العقوبة بتاعتها الإعدام شنغا حتى الموت أو السجن 20 سنة. إذا حصل محاولة لاغتصاب وما اكتملت اللي هو باللغة العامية نوع من التحرش كويس، تنتقل للمادة 45 جيم، العقوبة بتاعتها لا تجاوز سجن 15 سنة. والآن للأسف الشديد يعني كل المحاكم شغالة على المادتين ديل، ومتخصصة في جوانب تاني من المواد يفترض الناس تدركها بأنها عشان تحمي بها أطفالها وتجيبها، وإن شاء الله رب ندعو الله لأطفال السودان الأمان والسلام، يتحقق لهم مستقبل زاهر بعيد من العنف سواء كان بكل أنواعه بكل هي جوانب شكرا. مختلفة يعني لحقوق الطفل. بنشاهد أيضا يعني الأطفال اللي بيعملوا في يعني سن صغيرة أعمال يعني ممكن تكون هي ما مناسبة لهذا العمر، ويمكن عمالة الأطفال يعني فيها جوانب مختلفة للحقوق، وخاصة اللي هم موجودين في المساحة دي موضوع عمالة الأطفال قد يكونوا هم أيضا ما عارفين أصلا ما عندهم اطلاع على حقوقهم. فخلينا برضو نتكلم عن جانب عمالة الأطفال. هو قانون الطفل حدد شكل العمالة ومنع من الأطفال بأنه العمالة تكون العمالة القاسية، يعني العمالة القاسية في قانون الطفل هي مجرمة، وأي عمل قاسي مجرم، حتى بيسمح للأطفال بأنه السن بتاع العمالة تكون من 14 سنة.
يعني ده النص القانوني في قانون الطفل، انت ممكن الطفل لكن بشرط ما يكون يخش في الاعمال القاسيه كويس. لكن في اعمال ثانيه في الزراعه والرعي تجاه الاسره دي ممكن تكون من 12 سنه، لكن من 14 سنه الطفل ممكن يشتغل، لكن بشرط ما يكون في اعمال غاصبه. نص على اعمال قاسيه محدده اللي هو اللي بتاثر عليه يعني جسدية. بالنسبه لعمارات الاطفال ما هو الموجود في قانون الطفل 2010 كتحديد لسن الطفل 18 سنه. في موضوع العماله بتقل يعني في انه هو بتكون 14 سنه. عماله الاطفال ممكن تبتدي من 14 سنه، لكن عماله الاطفال مشروطه في حاجات معينه، ما كل الاعمال بيسمحوا بها، يعني الاعمال القاسيه، الاعمال اللي بتاذيه نفسيا، الاعمال اللي بتاثر على سلوكه، الاعمال كده خدت لها شروط منعها زي اعمال التعديل. يعني من المشاهد اللي بنشاهدها اذا كان مثلا الحمل الثقيل زي عمال الميناء او غيره، او العمل في المناجم للذهب وغيره ممكن تكون هي فيها مشكلات صحيه وجسديه، يعني في مشاهد موجوده اصلا. دي منصوص على دي منصوص على مجرمه، يعني دي اعمال مجرمه حتى نص على التعديل. اي حاجه بتاثر عليه جسديا او نفسيا، يعني هسه انت ذكرتي عمال الميناء، حتى الان شكل الدرداقات اللي بيشتغلوها الاطفال دي يعتبر دي من الاعمال الثقيله المؤذيه للطفل، لانه هو بتاثر عليه ده غير على الحموله اصلا هم بيشيلوها. ايوه يعني ممكن الطفل يشيل 50 كيلو 100 كيلو شايله كده في الدرداق ويقضي يومه كله، حتى اعترض عليه شروط محدده بانه يفترض يكون ما في ساعات معينه يكون متواجد، في بعض الساعات الثانيه ما يكون متواجد، عنده زمن راحه معينه، ده اذا كان حتى شغله في المصانع، شغله مع المؤسسات الاقتصادية يفترض يكون بشروط محددة وتخضع لمراقبة من مكتب العمل وينال حقوق كاملة، لكن هنا في السودان قلت لك نحن بس مجرد نصوص أو لأنها بعض الحقوق هي معتمدة على يعني الجانب الاقتصادي للدولة نفسها. يعني إذا تحدثنا عن إنه الأطفال ما يمكن يعني يعملوا في الجوانب المختلفة، أحيانا الحوجة قد تكون أكبر من إنه الحديث عن عن القانون. يعني مهم الدولة واجبها توفر النحية الحياة الكريمة للأطفال، ده النص القانوني، يعني ملتزم بالنص القانوني، الحياة الكريمة للأطفال، كويس؟ حياة كريمة بمعنى الكلمة، حتى الإجلال الآن أنت لو شاهدت في إجلاله كلنا احتمال ناخذ عليه وما ننتبه له، يعني ممكن الطفل عمره يكون 7-8 سنوات دون سن العمالة ودون 14، بيشتغل في مهنة وضيعة جدا جدا، اللي هو مسح الأحذية والورنيش، المسألة دي بالمناسبة لو شفتيها مؤذية جدا جدا. الأذى النفسي فيها. الأذى النفسي، ونحن بنقول لا زال بنقول الكلام ده في بداية قناة الشروق بحيي. أنت تشرك في بدايات 2010 يعني كان تكلمنا في برامج كده قلنا عن عمالة الأطفال، قلنا يا جماعة الطفل لو ما قدمت له قلم حيقدم له قنبلة، ولا أنا مشينا وجينا شكل القنابل المفجرة دي والحزن، يعني نحن بالمناسبة كلام بنقوله لكن ما يكون موضع تنفيذه، الناس بتتنبأ له، يعني حقيقي كيف أنت تخلو طفل عمره 7 أو 8 أنت تمشي البيت على قدرك عشان يجي يمسح لك حذاء، يا أخي قمة الإجلال وقمة الإهانة، يعني ذاتنا نحن كمجتمع يفترض مثل هذه الأشياء نرفضها، وتجي الأسرة ذاتها، أسرة الطفل ما تسمح له بشغل زي ده مهما كانت الحوجة ومهما كانت، يفترض حتى الدولة تقوم بمؤسسة الرعاية الاجتماعية بوزارة الثقافة بوزارة الرعاية الاجتماعية المجلس القومي لرعاية الطفولة، دي كلها واجباتها بأنه تعوي هؤلاء الأطفال عددهم كم، يعني إحنا لو بننفقوا في الحرب لو انفقنا في الأطفال بيمشي للأمام بننفقوا في لكن الهوم. يعني في حديث واقعي يمكن يكون هم حتى الأطفال اللي هم بيعملوا في الأشكال دي من الأعمال في كثير من الأحيان بيقولوا بيكونوا هم فاقدين للرعاية الأسرية أو الرعاية الأبوية، فدي برضو يعني مهم دور وجود يعني نتحدث عن حقوقهم في وجود دور هي توفر لهم الأمان والصحة وغيرها من الجوانب اللي ممكن تكون هي حقوق. الكلام سليم، يعني هم كلهم مع بعضهم دول من افرازات الحرب من افرازات التشرد، كل اطفال فاقدين للسند فاقدين لعدد من الاشياء كلها، لكن المجتمع بمنظومته الاجتماعيه كلها مسؤول من هذه الاشياء، سواء كان في الكيان الرسمي او كان في الكيان الشعبي، يعني كلنا كمجتمع مسؤولين، لان هم ديل المستقبل، ديل البذور، ديل اللي بتعايش وديل اللي بيمسكوا البلد مستقبل. هو الشوه النفسي اللي احنا بنتكلم عنه هو كمان ما بيكون للطفل كفرد، يعني هو دي اشياء بتنعكس على المجتمع بالتاكيد في تشوهات مجتمعيه مختلفه اللي احنا بنشاهدها. جانب اخر نتحدث عنه في الحقوق، في حقوق التعلم وحقوق الصحه، يعني خلينا نبدا بحقوق التعلم. هو برضه إذا استندنا لقانون الطفل عنده نص إلزام قانون الطفل ده تعليم الأساس واجب الدولة، لكن هو الآن نحن شكل التعليم في السودان احتمال يكون متوفر للأمان، يعني يعني المدارس الحكومية متوفر بتقبل أي طفل عنده الحق، ما قاعدين يترفض الطفل في قبوله بيستمر في التسلسل.
لكم التحية مشاهدي صباح الشروق، ومن كل ظلام يخرج فجر. نعتذر عن هذا التوقف ونواصل هذا الحديث مع الأستاذ عثمان العاقب المستشار القانوني والناشط في حقوق المرأة والطفل. مرحب بك من جديد. مرحب حبابكم. وكنا نتحدث عن حقوق التعليم. هو التعليم ده يعني قلت لك في المدارس السودانية التعليم الأساس متاح وما مرفوض، لكن نحن كآباء وكأمهات أحيانا يعني بالذات أنا بتكلم عن حالات الاستثناء بتاعت الأطفال الفاقد التربوي اللي ما بيلقوا حظهم من التعليم، لأن الطفل ده أصلا هو ما بيعرف قيمة التعليم. الأسرة هي اللي بتودي الطفل وبتديه الجو الأكاديمي المريح اللي يفترض يتوفر له لغاية ما يتعلم. يعني هسه حتى في المرحلة الأخيرة دي شاهدت بعض الأمهات ظروفنا المادية قاسية جدا جدا، ومن هنا لون التحية بايعة الشاي قدرت تعلم الطفلات لغاية ما جات من الأوائل يعني من البارزين. حتى المجتمع ذاته افتكر بأنه كرمون مشى لهم في أسرهم ووفر لهم حياة كريمة. حتى يعني في أشياء كده في المجتمع يفترض أن إحنا الظروف الاقتصادية بتاعتنا كأسرة ما تحول دون تعليم أبنائنا. لكن والله يعني المشكلات في موضوع التعليم ممكن تكون كبيرة. في حق التعليم مجانا، يعني كثير من الأسر زي ما ذكرت عندهم أبنائهم هم يعني الآن حصلوا على نسب عالية وغيرها، ولكن يواجهوا مشكلات مختلفة في التعليم، فإنه رسوم التعليم نفسها قد تكون هي أيضا عالية وغير قادرين رغم كل التحديات جابوها حتى وصولهم لهذه المرحلة في أنهم يكونوا مستمرين في التعليم. ففي جانب للحقوق في هذه الزاوية، أو يمكن دي يعني بيقودنا مباشرة أن هل في نقاط أو بنود معينة في القانون تحتاج التعديل؟ والله نحن مش نحن ما وصلنا مرحلة نحن نكتشف أنه فيه، لأنه ما فيه تطبيق. يعني احنا لو طبقنا بشكل كامل باستثناء المواد اللي ذكرتها لك قانون الطفل ده، لو يطبق وصل الدائره بتاعت التنفيذ وحسينا بانه في قصور ممكن يتم علاجه، لكن الان ما تطبق. يعني عندك المواد الاوليه الحياه الكريمه، حق الصحه، حق التعليم، حق الامان، السلامه، الثقافه، المشاركات، دي كلها ما تخطط موضوع بتاع تنفيذ عماله تجريم عماله الاطفال، عدم العقوبات القاسيه في المدارس، يعني مشاركه الطفل في الاشياء العامه. وكنا احنا للاسف الشديد وقت الفاضل ما خطط موضع التنفيذ لغايه ما نقول ان احنا في اخطاء دايرين عاليا. احنا الان دايرين نطبق القانون ونلتزم بالقانون. حتى على نقطتك اللي ذكرتها المستوى التعليم، يعني التعليم يفترض ان احنا ذاتنا كاسره يفترض يكون نلتزم. وانا دائما بقول لا زال يعني هي رغم بتتقال بالمثل الشعبي البسيط لكن بتوصل رساله عميقه. اما بقول ما الاب البلد، الاب البربي. يعني انت الليله عندك اطفال تفترض تكتبهم توفر لهم حياه كريمه بقدر المستطاع في سبيل تعليمه. ما تجبر طفلك بانه يطلع من المدرسه عشان يقرا، بيطلع من المدرسه بسبب الانفصال، بسبب الطلاق. وحتى احنا كمجتمع يفترض نحقق السلام والامان في كل ربع السودان عشان اطفال السودان يعيشوا يسمعوا الاصوات بتاعت الموسيقى، يسمعوا الاصوات بتاعت تلاوه القران، يسمعوا الاذان، يسمعوا الاشياء الجميله، يسمعوا الاغاني السمحه الاناشيد، ما يسمعوا صوت الرصاص ورائحه البومبان والاشياء دي. احنا نضحت عشان نعيش حياه مستقبل زاهر، والمستقبل الزاهر ده بدايته الحقيقيه اللي هو الاطفال. اي تشوهات للاطفال بتبقى تشوهات للمستقبل، تشوهات للحاضر. عشان كده ده حق طبيعي بالنسبه للاطفال. خلونا كلنا نتكاتف مع بعض سواء كان في على مستوى الدوله، سواء كان على مستوى المجتمع الصغير، سواء كان على مستوى الاسره، نقدس الطفوله ونفتكر بانه الاطفال دي العاديين من ربنا، ونحن الاصل سببنا فيهم بمشروعنا بتاع الزواج، نعيش معاهم ونوفر لهم حياه كريمه عشان يجوا يوفر لنا مستقبل زاهر لانفسهم وللوطن وللاسره. صحيح، ويمكن هو الجوانب المختلفه لحمايه هذه القوانين. يعني نصطدم دائما بالجانب الاقتصادي في تطبيق القوانين، لكن يعني خلينا نتكلم في زاويه اخرى. في حديثك عن تطبيق هذه القوانين، قد يكون هم الاسر او المجتمعات يعني حاضره لتطبيق القوانين ومحبه لتطبيق القوانين، يبقى ايضا الدور عليكم كقانونيين في حمايه هذه القوانين وتطبيقها واقعا والمناداة ايضا بتطبيقها واقعا. جانب في حديثنا عن الحقوق، نتحدث عن حقوق الصحة. أقول إيه؟ الصحة. والحقوق الصحة دي يعني بالنسبة للمجتمع في نص بقى نقول لك الأطفال دول الخمس سنوات يفترض يكون العلاج مجانا. ده كنص بس. لكن هل يا ترى في مستشفيات بتعالج الأطفال؟ يفترض حتى في النص يفترض الدورات الصحية تمر على المدارس توفر حياة، لكن شايف بعض الأشياء. نحن ما بنخفض غفزات عالية للأطفال، إحنا دايرين لهم حياة جزء سليمة. الأسرة ممكن تتكفل بالعلاج وما في زول بنتظر عشان يمشي مستشفى عام ولا مستشفى كده. الناس بتعالج أطفال وقبل العلاج يمكن هي الوقاية. يعني هسه الآن حتى موضوع التحصين
أصبح أيضا يمكن يكون فيه مشكلات يعني كثير من الأطفال. والله خلينا نشيد بوزارة الصحة بجانب بتاع التحصين ده، أنا كأب وشاهدته وشاهد الناس حقيقة الدور بتاع التحصين دور إيجابي جدا جدا، شغالين به بشكل كامل، كل الناس القايمين عليه، مجموعة من المتطوعات، مجموعة من الأخوات، مجموعة من البنات حقيقة بيلفوا بكل المدارس، بيلفوا بالأسر، عندهم متابعات، عندهم كريت دي للأمانة يعني. نحن كمان لكن الجانب الإرشادي أيضا يعني لابد أن يكون أكبر يعني في الوصول يعني لمساحات أبعد وغيرها. يعني إحنا السودان ممتد وفيه جوانب مختلفة، إحنا ما بنحكم بالمدن القريبة والله للأمانة برضه الحين عندنا ناس متابعين معانا عبر الأسافير في المجلس القومي رعاية الطفولة، في الدمازيل، في الرصيرس، في الشمالية، في الوسط. العمليه بتاعت التحصين دي جايبين بها بشكل كامل دي للامانه هنا، لكن ممكن العلاجات الاخرى في قصور متكامل، لانه اصلا المستشفيات في حاله بتاعت فقر، المستشفيات في ذنك العيش بقت يعني دي اشكاليه كامله. لكن اصلا نحن دايرين الصحه الحقيقيه، الصحه النفسيه اللي بتوفر الاسره عشان توفر حياه كريمه لاطفالها. في جانب التجريم يمكن هي جوانب مختلفة أيضا، يعني احنا تحدثنا عن الحقوق، ولكن يعني خلينا برضو نتحدث عن إنه الأطفال ومحاكمة الأطفال على الجرائم المختلفة. من الممكن يحاكم العمر الذي ينتهي فيه يعني حد الطفولة في التعنيف والمحاسبة على الجرائم؟ بس أنا لو فهمت سؤالك صح، يعني أنت بتقصد الجرم اللي بيرتكبه الطفل تجاه المجتمع ولا الجرم اللي بيرتكب على الطفل؟ نتحدث عن الأطفال نفسهم عندما يكونوا هم في مشكلة معينة، هم المذنبين. أيوة كويس يا أخي، والله أنا بحييك، ده يعتبر من أعظم الأسئلة اللي بتنطرح، دليل على الوعي ودليل على الثقافة ودليل على النشرة. الأطفال هنا عندنا مسؤوليتين، مسؤول الأطفال مقسمين لغلط الطفل، مقسم المسؤولية الجنائية أو المسؤولية الطفل لثلاثة مراحل. في المرحلة الأولى اللي هو دون الـ 12 سنة، دون ال 12 سنة بتقع عليهم أي مسؤولية جنائية، إنما إذا ارتكب أي فعل بيبقى بيخضع لدائرة التحقيق مع النيابة، والنيابة هي بدورها بتقوم بالواجب الأسري تجاه الأسرة. بعد ال 12 سنة بعد كده بتبتدي المسؤولية الجنائية، هي ما بتكون مسؤولية متكاملة، إنما مسؤولية ناقصة فيها إذا ارتكب أي جرم عنده أربع تدابير احترازية بتلجأ لها المحكمة. من ضمن التدابير الاحترازية النصح والتوبيخ، اللي هو التوبيخ بلغة القاضي أو بلغة المحاكم عندها أسلوب معين كده للتنبيه وللترشيد بأنك أنت ما ترتكب هذا الجرم، ده دون ال 18 سنة. وفوق لل 12 الثاني عند التدبير الثاني ممكن توضع في الإصلاحية بناء على تقرير من الباحث الاجتماعي الموجود أصلا مجرفة في المحكمة، بتشوف المزل النزعة بتاعته الإجرامية محتاج لكم من الإصلاح عشان تيجي بعد كده تدي جرعة من الاتفاق مع القاضي بيوقع له هذه التدبير الاحترازي. في تدبير ثالث اللي هو خدمة مجتمعية، ممكن يكلف بانه خدمة مجتمعية تجاه المجتمع، تي تنظف المحكمة، تي تعمل كده، المهم بيشوف حاجات معينة كده على أساس تشغل الطفل يقدمها في المجتمع كخدمة. في الحاجة الثانية في الرغبة الاجتماعية، ممكن الطفل تحت بتكليف من الباحثة تشوف أسرته، تمشي تراقبه، تبقى له زي الأم المكملة أو زي الأب المكمل على أساس بعد شوية لغاية ما تصل مرحلة تدي التقرير بتاعه بأنه الطفل ده بقى خلاص سليم معافى، بعد كده ممكن ترفع عنه هذه الرغبة المجتمعية والرغبة. أتمنى السلامة والعافية لكل الأطفال، وبالتأكيد الحديث عن حقوق الطفل هي يعني حديث كبير، وبتمنى إنه دائما نقدم مساحات إرشادية مختلفة من خلال صباح الشروق. شاكرين لحضورك اليوم على شاطئ الشروق، شكرا جزيلا الأستاذ عثمان العاقب المستشار القانوني والناشط في حقوق المرأة والطفل. بتمنى لأطفالنا كل السلامة وأن تكون كل الحقوق موفورة ليكون هنالك عافية للأطفال وعافية للمجتمع. يتواصل معكم هذا المد الصباحي على ضفاف مختلفة بعد الفاصل.